عادة ما يحمل الشتاء أمراضه المتمثلة بنزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات التنفسية المختلفة، والسوريين طقوسا في محاربتها ترتكز على الدفء وبعض الوصفات العشبية. إلا أن من يعيش أزمة اقتصادية في مناطق النظام ومن يعيش أزمة إنسانية في الشمال ربما لا يحصل أيا منها. في ريف حلب تحديداً، إصابات بالتهاب القصبات ومشكلات تنفسية تصيب الأطفال والبالغين، حيث يعزو أهالي المنطقة انتشار هذه الأمراض إلى التلوث المحيط بهم من جراء استخدام النايلون والفحم الحجري وإشعال الألبسة والأحذية في كثير من الأحيان للحصول على الدفء. الأمر ذاته في دير الزور، والتي باتت تعاني بشكل واضح من انتشار الأمراض الصدرية بسبب الانبعاثات الناتجة عن محاولات التدفئة، حيث يذهب الأهالي بأطفالهم على إثرها إلى المشافي ويعودون دون جدوى بسبب غياب الأدوية الضرورية لعلاج هذه الحالات بحسب ما نقلت وكالة سمارت. أزمة دون حل مع استمرار فصل الشتاء وارتفاع أسعار المحروقات، فلا مفاضلة بين الموت برداً أو من انبعاثات النايلون والبلاستيك، ولكن هل من حلول وقائية أو علاجية بإمكانها تخفيف الأضرار؟